تنكسر مهما الزمن زود على همومه. خلي الأمل فيك ينتصر واصحى لي من نومه. لا تنكسر مهما الزمن زود على همومه. وشو من الألماس وبقلبه عتمي وليل. والناس بلال الناس لا ترضى أي خليل. وشو من الألماس وبقلبه عتمي وليل. يا ولد ربيع مري قصة شو ما عرفتك؟ شو ما عرفتك؟ بلا عرفتك انت الوردة اللي خلقتيني لتقبلي مني الوردة اللي هدية مثلك. شكرا يا امير. انت شو ما عم تخام بظهرك؟ دفي دوبون. تعرف انجليزي كمان؟ يعني شوي اللي هي بالمدرسة. المدرسة؟ عطيني الكروت. 750 ليرة. يلا بس طالع لك الباقي. لا الباقي هدية مني إلك ولا بدك تكسبني؟ بس هيك كتير من شاني. إذا من شانك على عيني راسي. وهي هدية مني إلك وصحتي لي قديش حقوم بزعل. لك ما عاش الهزار. الدنيا ربيع والجو بديع. قفل لي على كل المواضيع. قفل قفل قفل. والله يثبت عليها عقل المدير. والله ما كان في شيء الصبح لما نزلتي. ايه والله بس انت الصبح ما كان في شيء.
بس هلا يمكن 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 صار في شيء. شو قصتك سلمى؟ ما بعرف انا هيك عم احس باعراض غريبه بس ما بعرف شو هي. ما في حراره؟ بالعكس في حراره كثير كثير قويه. بدك تجنيني؟ اما ندور شيء انا بنص عقلي. جنونك بارد مثل الثلج ولا حراره؟ لا عم تتهل علي. الحراره مو بالجنين، الحراره هون بقلبي من جوا. عم تجرب تحكي؟ يا عمري انت ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك. احكي لي شوف، احكي لي بالتفاصيل المملكه. ايه والطبخه؟ عمر الطبخه بدي اشوف طبختك الاول. احكي لي شوف. ايه والله وزعنا الحقائب. ايه اعطوني حقيبه نائب رئيس لجنه البنايه. ايه الله يبارك فيك يا رب. والله انا ما كان بدي كل هالوجع الراس، بس يعني تعرفي لانه نائب رئيس لجنه البنايه مسؤوليه كبيره. ايه اني اصر، وخاصه الاستاذ بديع قال اذا ما بتكون بهيره نائبتي انا ببطل، يعني خذلني تخزيف. ايه والله. ايه طبعا بدهم عنصر نسائي، وبتعرفي في هالدنيا يعني ما في عنصر نسائي مثل على الخلق. ايه يعني ما لقى وحده مدققه ومثقفه ومعرفه مركزها غير في هالبنايه. بتعرفي البقيه محسوبين بالغلط على الاسواق. ايه دوسي ان شاء الله على بال ما تسلمي لي هيك شيء حقيبه بمكتبي. ماشي ماشي تعي عنا، لا تطفي في العوايد. يلا مع السلامه. مع السلامة. هلا اللي بدي ادق؟ ايوه العين عم تخرب. والله اذا دري تلفلي تلفلي. الو مرحبا عماية قانو، كيفك حبيبتي؟ كيف صحتك؟ انا لا والله مشغولة كنت بهاليومين. سلموني حقيبي. حقيبة حقيبة مو شنتاي يعني مركز مهم. إيه لك عم بلدك البناني. إيه توصيني. الله يبارك فيك يا رب. انفراس عندي؟ أعطيني إياها أعطيني إياها. إيه حابة كمان أحكيها. يعني أبو عصام ما قال هو مو هيك قال؟ ما معه 40% من حق البيت. يعني اللي بيتدبر معه 780 ألف ريال، قال اللي يتدبر بيكون رفض حالته فيه. معناته الحكي انه ما قلبي. بابا نحن بنبيع البيت، هو بياخذ حقه ونحن بناخذ حقنا. ايه عم بيجي السوق داير، اسعار العقارات كثير نازله، هو هلا ما له مصلحه يبيع. اذا لسه بدنا نبيع بنستنى ليتحرك السوق. ايه وقت ما يتحرك السوق رح يقول لك لا البيت بيسوى اكثر ما بدي يبيع. ايه بابا فهمت تصرفنا، شرحت له حاله البيع. والله شرحت لك يا ابني، قال هو متعاطف معنا كثير، قال بس بترضوها انه انا اخسر ملايين؟ اوف ملايين؟ هو هيك شايفها، ولما قلت له انه برضاها قال لي والله انا ما برضاها، روح دوروك على حد ثاني. العلمة هيك حتما دخلت لك؟ حتى اذا فوضى بنفسها من حق البيت؟ بابا انا بشوف انه بحاول معه مره ثانيه. لا حاول والله كمان حاول خلص. مرحبا يا أنسة. أهلين. حضرتك رايحة على الأدية ما هيك؟ أكيد ما اسكندرية. يعني هو طالما الباص رايح على الأدية والركاب رايحين على الأدية أكيد حضرتك رايح. سؤالي غبي كثير. أكيد ما بدنا نروح فيها. هلا صار لازم يمشي الباص. تفضلي. تفضلي احكي. انا اسف ما بعرف اذا بدي حاجتك عمرك. يعني انا اسف بس قلت لحالي هيك الطريق طويل والواحد بيتحدث وبياخذ وبيعطي. اذا بدي اروح لاهل الناس سلام عمري بحالي. لو سمحت يا اخي وقف 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 نزلني وقف. Yeah.
أنا أبو نازم ملك العوانس والأرامل كمان. شو ما أحكي؟ شو أقصد حياتي يا خانم. أهلين أبو ناظم. أي أبو ناظم؟ يا بنت الحلال أنا أبو جابر، أبو جابر الناطور الجديد على هذه الشنطة. إيه وإذا كنت أبو جابر يعني شو قصتك يعني؟ عم يكتبوا فيها كمان وشو صاروا كمان؟ كل شيء مكتوب عندك هون بالتفصيل مع تحليل التعب ممتاز كثير يعطيك العافية شو هي لك لا عيونك اسمح لي تفضل شو شغلك بدي اروح على هون يلا غمز بدي اروح مساعد أول الشهاب هلين سيدي هلين سيدي نغلى سيدي لسه ما لقيت رجل مناسب حسب طلبكم سيدي حاضر سيدي إذا ما اليوم أكيد بكرة بيكون جاي سيدي حاضر حاضر سيدي احتراماتي منين بدي لاقي الرجل المناسب حسب المواصفات اللي طلبها لحتى أحطه بالبيت بس كمان سيادة الله الحق معه كل اللي عنا مو ناسي فكر يا الشعب فكر يا الشعب مين هو اللي عنا وهايل أنسى بشي بهيك شغلي اسمع يا عصر في شب كان عندي من شوي وين صار اسمه وائل طلع شيء الحقه فورا بدي اياه لا تخليه يروح بسرعه حاضر سيدي Thank you.
أكيد بيزبط. أنا مسؤوليتك. طيب خليني أشوفه بالأول بعدين نقرر. حاضر سيدي. احتراماتي سيدي. وما نفسها لوي سيادة اللواء بده يشوفك. شو بده فيني سيادة اللواء؟ بعدين افهمها. عمدو ما ليش رح تضايقني؟ كل يوم بدك تروح لعمدو؟ الأسرة هو رفيقي. هو وظيفك يا عمري. بس ارجع بكتبه. شو قصتك من دولتين؟ ما في قصة، بس نروح انا وياه بلعب بلياردو. وهي عم تحكي عنها هي البلياردو من شوية ببلاش ولا بمصاري؟ لا طبعا بمصاري، بس تايم هو اللي بدفع عني، انا ما بدفع شيء. وحق الكتب كمان تايم دفع لك اياهم؟ هو دفع عني وعنه، بس انت شو عرفتي؟ راح جدك منشان يدفع لك، قاموا قالوا له انه مدفوعين. بس هيك يا عمتو ما بيصير، نحن ما بنقبل حدا يدفع عنك. ولا انا بقبل، بس هو حلف علي وانا ما رضيت خذه. اسمع لك، بس ترجع لهون بعطيك مصاري وبترجع لتين حق الكتب. ايه؟ مثل ما بدك عمتو. يلا باي. ايه عم ناشي؟ بدون بوسه؟ وهي بوسه. ايه يا عمتو. الله يوفقك ويحميك. الله معك يا قلبي. حادث؟ شلون يعني حادث سيارة؟ شو؟ وقعت من البونة؟ الله لا يعطيك العافية. وطمني شو صاير له؟ انصاب بإيدك ورجلك؟ يعني راسك لساته سليم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بأنه مستشفى أنت؟ طيب خلص ولا يهمك. هلا أجي لعندك بجيب لك بيجامة وكم مليار. خلص قلت لك جاي لعندك لا تاكل هم. يلا روح باي. مامي كنت عم تحكي مين هذا اللي بالمستشفى؟ الدب اللي حضرتك حالوتي نجيب عامل حادث. ولي على قلبي شو صار معه؟ لا طولي بالك ما بدك تخافي عليك كذا الألف. شو صار له؟ منصاب بإيده ورجله. ولي على قلبي إن شاء الله. حنان الله يوفقك. أنت خذي لي إجازة ساعية أنا بدي أروح لعنده على المستشفى أخذ له كم غرض. وأنا كمان بدي أخذ إجازة أروح معك. يلا بسرعة أمشي أمشي أمشي. معنا الله يستاهلك. أهلا وسهلا سيد وائل، شرفت. الله يخليك سيادة اللواء. أنا كتير بيعجبوني الشباب اللي مثلك. كيف يعني الشباب اللي مثلك؟ الشباب المثقف والواعي اللي قلبه على بلد. ولو هذا واجبنا سيد. أنت أكيد بتعرف المؤامرات اللي عم تحكي أمريكا وأعوانها بالداخل. لذلك لازم نضل واعيين لهم حتى نحكي بكل مخططاتهم. وخاصة الصهاينة. إيه طبعاً طبعاً سيد ولو. وأهم شيء تحصين الجبهة الداخلية. لما بتتحصن جبهتنا الداخلية كل المخططات والمؤامرات راح تفشل. صحيح سيدي، أهم شيء جبهة داخلية. وطبعاً هي مهمتنا كلنا، مهمة كل مواطن شريف وغيور على مصلحة البلد. لأنه للأسف الشديد في ضعاف نفوذ إنساء سواء عن جهل أو عن معرفة وراء الشعارات الطنانة اللي عم تمسها وسائل الإعلام الغربية بحجة الديمقراطية حقوق الإنسان، رغم كلياتنا نعرف إنه لا بنبذ الديمقراطية ولا همهم حقوق الإنسان، همهم الوحيد هو مصلحتهم ونهب خيراتنا وبترول المنطقة. صحيح. من هالمنطق يا سيد وائل؟ نحن اخترناك لتنفيذ مهمة وطنية دقيقة كتير. مهمة؟ اللي أنا؟ بس أنا سيادة اللواء. الموضوع بسيط وسهل كتير. هلا لساعد الشاب بيشرح لك يا بمكتبه. بس على حسب فهمت إنك خريج كلية الآداب قسم تاريخ. وتقريباً عاطل عن العمل، ما هيك؟ تقريباً. خلاص ولا يهمك. طالما أنت إنسان إيجابي متعاون، أنا راح أدبر لك وظيفة محترمة. شكرا كثير سيادة اللواء. حقيقة أنا لا تقول شيء. تفضل مع شهاب، هو بيشرح لك أبعاد الموضوع. شرف أستاذ وائل. أنا بتفائل فيك كثير ها، وبدي إياك ما تفشل. أكيد سيادة اللواء، بالإذن. شرف.
يعافيك الله يعافيك، شكرا لعينيك تسلم ايديك. الحمد لله على سلامتك يا جيل. يا ريتها كانت جحشه ستي ولا انت. الله لا يوفقك، انت جاي تزورني ولا تتفعص وتتمسخر؟ حقيقه انا جاي اشمت فيه لك اخ، بس واش بجيب لك الاغراض بحكم الزمان اللي مكتب واحد. خلص سمير، حرام عليك والله، نجيب ما بستاهل الا الخير. شكرا يا مزوح، مثل ما عاد جماعه. طمنا ان شاء الله الدكتور عم تتجبر. شو قال لك الدكتور؟ بس الحمل كسر، برجع ساق على 24. ان شاء الله يا رب. لو لك عم تدعي له كمان، معقول يا حنان؟ انا من جهتي بتمنى تطلع من المستشفى عم تعرش عرش. لك الله لا يوفقك، لك مطول هون الدعوة. انت يا ولد تكافيل، شو ما بتسمع اطرش؟ الله يسامحك، بس والله ما سمعتك لانك تيس ما بتفهم. ممكن هاد عطينا كيل دخان 150. ما في غير 135 حاجتك، بس خود بسيك هاي 135. يلا بس ليك 50 ليرة؟ الله وكيلك، وقفين علي 140. تضرب شو حرامية اللي عمى بعيونك بأجدقك؟ نلعن وش احسن مدى الخبصك ولك؟ إلا خلاص ما في داعي تحس بدنك، خود هاي وردة مني إلك. نقم إلك نلعن وش إلا أعطيني برد زكاتك. تفضل 10 ليرة وهي 50 ليرة. يلا بس طالع عليك الباقي ان شاء الله. شكرا. وهي وردة ان شاء الله بسر. مين؟ بديع الأباريب. شبكة اتخربت. ايه بس هذا ابو رفيقي. وين المشكلة؟ شلون المشكلة؟ عم اقول لك ابو رفيقي. بدك هاي تجسس علي؟ يا ريت تختار الفاظك منيح يا سيد وائل، نحن ما عم نتجسس على حدا، واجبنا تجاه بلدنا. بس كمان الواجب الوطني فوق اي اعتبارات تانية. بعدين يا سيد وائل، كون الزمن اللي بدك تراقبه ابو رفيقي هذا بيسهل عليك مهمة كتير. يعني انت اخذ وش على عيلة، يعني فيك تفوت على البيت وتطلع بدون ما حدا يشوف فيك. بس هي اسمها خيانة، خيانة للصداقة اللي بيني وبين سامر. واللي عم يعمله بديع شو اسمه؟ مو خيانة؟ الارتباط مع الأجنبي مو خيانة ضد هالبلد؟ شو عرفك انه مرتبط مع حدا أجنبي؟ بلكي ما مرتبط. هذا اللي بدنا نعرفه، إذا كان مرتبط مع حدا نحن بنعرف شغلنا معه، وإذا ما كان مرتبط يا دار ما دخلك شر. مساعد شاب، بترجاك عفيني من هاي المهمة، بالنسبة لي كتير كتير صعبة. بعرف انه المهمة صعبة بس مو مستحيلة. شو بتحط الشرار؟ الله يسعد. واحد سادة واحد جاي. اسمع، انا عارف انك بتحب البلد وما راح تخزني انا بزياده اللواء، لذلك بدي اياك بكره تفكر بشكل كويس وتاخذ قرارك. على مو مشكلة، أنا أذهب هذا الشيء،
وبدي اياك تعرف لما الانسان بده ينزل قديش بيقاسي. ذبحتي بزيارتك يا ياسر وزغرتيني يا الله قديش بتسافر عقلي. فايز انا ما جاي عشان اضحك ولا انا جاي اسجل أنا مش عايش عساعدك. ساعديني كأيلي؟ طيب ليش؟ لأني حاسة أنه أنت مظلوم وما بقدر أشوف واحد مظلوم وما حاول ساعدك. منيح أني شفت حدا مقتنع أني مظلوم. الأحساس بالظلم صعب كتير يا سلم. أنا اللي أعرف هلأ أحكي كيف صار لي. ما بعرف صدقيني ما بعرف شو اللي صار في راس رفيقي من اللواء شامخ. هو اللي استأجر الشقة وحطها باسمي مشان أبوه ما يشوفه. وهو ليش استأجره؟ يعني مشان السهر والبنات والقصص. طيب أنت بعدك تعرف من اللي كان يتردد عنده بالبيت؟ أنا لما كان يجي لعنده حدا كنت خليل الجو. سلمى ممكن تقولي لي كيف شو عم تفكري؟ بعدين أنا بقلك بس هلأ هذا في راس وين ممكن يلتقى؟ في كبرين الغوطة تقريبا كل يوم بيسافر فيه. طيب معك صورة لأيه؟ للكبرين؟ لا في راس. ايه بس اسمعت لي اياها بعدين على الموبايل الوصاية. ايه اوكي انا حابة لك انه انا رح ساعدك مشانك ومشاني. كيف يعني؟ شو انت نسيان انه نحن عم نعمل صعوبة؟ يعني رح اعتبر قضيتك اول قضية بمشي فيها وان شاء الله بنجح. ادعي لي ان شاء الله. ادعي لك على حالك. من كل شيء، من الفقر، من القهر، من العيشة. أنا تعبان، حاسس حالي رح اختنق. خلص اهدى، احكي لي شو صاير معك. شو صاير معي؟ ولي شو مو صاير معي؟ لا، انت اليوم على بعضك. ايش يمتك على بعضك؟ طيب، أنا بقدر ساعدك بشي؟ يا ريت فيك تساعدني. أنا ما عم بقدر ساعد حالي. احكي لي فطرة، أعطيني فرصة أني وقف معك. أنا بدي كنت بمحلي أنت ما تركني. يعني إذا كنت بحاجة نوع بنا وياك هيك مكان خاص وفضفض لك بتقولي إيه؟ قصدك بالبيت؟ إيه بالبيت. بس لا تفهميني غلط. لا تخاف، أنا أكثر واحدة تفهمتك صح. ما جاوبتيني. يعني لو كان بيتك بغير بناية كنت فكرت بالموضوع.
باعتبارك زوجتي وتاج راسي اولا وباعتبارك مواطن صالح وساكن في البنايه ثانيا هالشيء يتطلب منك انك تساهمي بصد هالمؤامره هاي. وانا كيف بدي صدها؟ مو لحالك تصديها، قصدي يعني تساهمي مساهمه بس باللي تقدر عليه. كيف يعني لي؟ انا حاطط خطه اسمها بلد الكلب، وهالخطه بتقول حتى تتصدى لعدوك لازم تعرف شو عم يفكر، وحتى تعرف بشو عم يفكر لازم يكون في حدا من جماعتك بيناتهم عم يقول لك الاخبار، والحدا هاد هو انت. انا؟ ايه حبيبه قلبي، انت بتعرفي يا بهيره، بهيره بتحب تحكي والكل كثير، من هون لهون من هون لهون بتعرفي كل الاسرار والخفايا وبتجي لي اياها. جاسوسي؟ يعني موافق؟ طبعا موافق. برافو عليك، هلا صرت تفكر بمصلحتك صح، واكيد ما راح تندم على هالقرار. انا بالنسبه لي ما راح اندم ابدا. بس سيد وائل، شو اللي خلاك تغير رايك بسرعه؟ اليوم بالمكتب طلبت مني من التفكير. اسمع لك يا كابتن فارس، اذا الموضوع بخص البلد ما بتركض ابدا. أكثر واحد بيحب البلد هو أنا، دمي وروحي في بلد الله. عن إذنك. أهلين سمرة، كيف أخبارك؟ شلونك فضل؟ آسف إذا أجيت على البعد غير مناسب. لا لا أبدا، سيد شهاب جاي. يا أهلا وسهلا. سامر صديقي. الحقيقة الأستاذ وائل دائما بيحكي عنك. بالمنيح ولا بالعاطي؟ لا بالعاطي. طيب انا لازم امشي. ماشي انا اذنك. انا اذنك شوي. تفضل. لا تنسى سماحتي للعمل. ماشي، اذا سالك سامر عن الشغل بتقول له انه رفيقك مضطر يسافر لامريكا كما شغل. ماشي، يلا تصبحوا على خير. مع السلامه. باي باي. الله معك. أهلين وسهلا. أهلين وين؟ وين مديري؟ شو يعني فيك؟ وين الشغل؟ على فكرة أنا زعلان منك كثير، يعني بس لقيت شغل بتنسى فيها. الله يسامحك وين؟ أنت بتعرف غلاوتك عندي، أنت كيف شغلك؟ شغلي؟ صبي رجلي شو يعني؟ ماشي حال. اسمعني أنا نويت أطلع من الهو وأبع على وش الدنيا، حاجتي تبعتني أنجح على الرطوبة. ولوين بدك تنتقل؟ لعندكم على الضج، رح صير جاد. لعنا؟ وليش مستغرب؟ شو ما بحق لي اسكن هيك بشقة مرتبة ومحترمة مثلي مثل كل العالم، ولا انا بني ادم درجة رابعة؟ لا لا مو القصد، بس يعني كيف زبطت معك؟ الي قرايب استاجر شقة عندكم بالدرج، وفجأة اجت سفرة على امريكا، انا ولي المفاتيح وقلت صبر. يا سيدي الف مبروك، عن جد خبرية حلوة. ايه ها، على الاقل هيك بنشوف بعض كل يوم. وين بدك تكون لغراضك؟ يعني يومين ثلاث مو اكثر من هيك. ان شاء الله. تشرب شاي؟ نشرب شاي. صح على
يا ترى شو بده مني؟ وليش عم يسمعني كلام حلو على الطالع والنازل؟ معقول يكون طالب سيني؟ ولا عم يعمل هالحركات مشان الانتخابات؟ ليش لحتى ما يتوصيني؟ شو ناقصني يعني؟ أنا الطبس والطبس اللي خلفه كمان. مساء الخير يا حلوة. مساء النور. خفت تكوني نايمة؟ لا سهران. واختك بضبعة سهرانة ولا نايمة؟ لا ولا شيك عم تحكي عنها. عذريني سعدية، أنا هيك طبعي، يلي بقلبي على راس لساني. سبحان الله، أختك ما نزلت على قلبي بنوب بنوب. أي وأنا؟ ولك انت بتنزي على قلبي ومعدتي وكبدي ورئتين وكل شراييني. لك تسلم لعيونك، انت غير شكل، شتان شتان ما بينك وبين اختك. بس ما عقلك بدك تقلي لا، انت شو بدك مني؟ بدي الرضا وبس. ايش يعني بعدني؟ بصراحة انا معجب فيك، معجب فيك كتير، مو من هلا، من زمان، من زمان كتير. بس يعني ما كنت اتجرأ واحكي معك. طيب ام نازل، وبعدين يعني بعد الاعجاب شو؟ ولو انت ست العارفة، هالحكي ها ما بنحكي على التليفون. قولي لي بدي اشوف امتى بدي اشوفك. يقولي شو تشوفني؟ ما بقدر بدك حدا شافنا وحكى علينا اشكال الالوان. بعدين ام نازل لا تنسى انك متزوج. اخ يا سعدي، تركيني بهمي مشان الله، لا تذكريني بمصيبتي. بدي اسالك كمان، ايدي على راسك والخضر كباسك، هلا هالغوريلا اللي عندي في البيت بتعتبريها يا مره؟ علي الحلال، علي الحلال، ام ناظم محسوبه بالغلط على جنس النسوان. يا حرام لهالدرجه يعني؟ هلا شو بدنا بهالسيره اللي بعدتها هي؟ خلينا بحالنا. قولي لي لشوف امتى بدي اشوفك. يو شو تشوفني؟ لا الله خلي، انا ماني متعوده اطلع مع حدا على محلات عامه. ومين قال لك اني بدي اشوفك بمكان عام؟ شو تاخر ما حلم يخلصوا؟ طيب بلكي اتفقوا مع الزلمه وراحوا على المكتب العقاري. تأخرنا لأنه ما أعطانا جواب شافي. شو يعني؟ يعني بالمختصر إنه في ما ضبطيت ها؟ نحن ما بدنا بالمختصر، نحن نفهم شو معنى بالضبط. يا ستي هذا بعد ما نشف دفنا وطلع روحنا وحسينا حالنا كأنه بسوق الهار عم يبيع خيار بطاطا، قال بيعطينا 1,200,000 وإذا مو عاجبنا نروح ننفلق. ننفلق؟ إيه هدول ما بيكفونا لعلاج ربيع، شو بدنا نسكن بالشارع يعني؟ طيب هو قديه بده حق 60% من البيت؟ اذا كان بده يسوي تسعه خليه يسوي تسعه مو دائر، نحن بنبيعه وبنعطي حقه وهيك بيدفع لنا 1,000,000 ونص. كان غيرك اشطر، عرضت عليه نفس العرض، قال هو ما عم يفكر يبيع، وحتى لو فكر يبيع ما بيبيع اقل من 12 مليون. اي بده 12 سرمايه اللي خلقته، لعمى هالعالم ما عاد يستحق منه. وشو عم تساوي هلا اخي؟ والله ما بعرف يا رح أطلق، حاسس إنه مو طالع بإيدي شيء، رح أطلق. شوف سيدي بوي، بدي إياك تقرب من بديع الأداء إيدي بأي شكل، تكسب ثقة وأدب فيك. طيب، وبعد كسب الثقة بدي منك تعرف مين بيجي عنده على البيت، مين بزوره، وين بيروح، مع مين بيحكي على التليفون. شوف يا أبني، أي شغلة صغيرة بحياته مهما كانت تافهة هاي مهمة كتير بالنسبة لنا. يعني الزلمة خطير لهالدرجة؟ إيه، المعلومات اللي عنا بتقول إنه عم بيأسس تنظيم سياسي جديد مرتبط بالخارج اسمه الإصلاح والتغيير. بدنا نعرف مين وراء هالتنظيم، مين الروس الكبير اللي فيه. وأنا كيف بدي أعرف كل هذا الشيء؟ أنت شطارتك بقى،
وإذا قدرت تفوت معهم بالتنظيم يا لطيف منكون ضربنا 100 عصفور بحجر واحد. خلاص اعتمد علي. شرف، هاي مفاتيح الشقة بالطابق الأول على يمين المصعد. وإمتى لازم انتقل على الشقة؟ بأسرع وقت ممكن. خلاص عطيني يومين بس برتب أموري وضبط أغراضي. كتير يومين، حاول تنتقل بكرة، والتقارير بدي إياها منك كل يوم بيوم. حاضر، ما في مشكلة. تفكرين؟ شو قصة الحلم؟ ما ينسي؟ أنا بس تفضلي 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 خذي محلي. لا لا منيحه منيحه. لا ما بصير عوز بالله، لازم تاخذي محلي. وأنا شو توقفي بالدور؟ معقول هذي الطابور؟ معقول هذي الصبية حلوة قلت لك توقف الطوابير؟ في كلك تلزق أبقى هون. نحن جيران والله أوصف 7 جار، كيف بقى إذا كانت جارة صبية وحلوة مثلك؟ طب ليش ما خليت الناطور يدفع لك فاتورة؟ انا من الصبح اليوم دورت عليه للناطور ابو علي، قال لي انه راح يشوف ناطور ثاني للبنايه، بس يعني الحقيقه انه ما استحسن له خسرت يعني. قصدك ابو جابر؟ بسيطه بسيطه، هات الفاتوره انا بدفع لك. لا لا مو معقول انت تدفع الفاتوره. لا ولا يهمك ولا يهمك، انا مو مستعد ادفع الفاتوره بس مستعد ادفع امري كله. يعني روح على البيت وارتاح. الله معك، يلا يلا روح. انا مع السلامه. مع السلامه. Did you?